بنجدد الترحيب بحضراتكم اعزائي المشاهدين في اخر فقراتنا الحواريه. هنتكلم فيها عن غذاء كان نخبوي، يعني كنا دايما كده نشوفه في الفنادق في المطاعم الفايف ستارز، يعني كده نسمع عن المشروم، يعني حاجه كده يعني كنا نحس انها بتاعت الاغنياء. النهارده المشروم اصبح داخل في اكلاتنا العاديه والشعبيه، وصلنا لحد الفول بالمشروم دلوقتي كمان، والبرجر بالمشروم، وبقى المشروم ده حاجه عاديه جدا اللي هو الفطر عيش الغراب. وطبعا يعني قد ايه سهل جدا تربيته. ويمكن ضيفنا العزيز اللي منورنا في الاستوديو النهارده الاستاذ نبيل فتح الله سكرتير عام اتحاد منتجي عيش الغراب اللي برحب بيه النهارده منورنا، اهلا وسهلا بيك يا فندم. يمكن كان لنا لقاءات مع حضرتك قبل كده واتكلمت عن الزراعه واتكلمت عن الاكياس وطريقه الزراعه والتسميد وكل الحاجات الجميله ديت، لكن النهارده عايزين نتكلم عن موضوع يمكن شويه مختلف، لان ما زال هناك بعض الشائعات اللي اطلقت على فطر عيش الغراب باعتباره ان هو احيانا بيكون سام جدا، احيانا في نوع منه بيسبب الهلوسه اكتر من المخدرات. في انواع منه بريه موجوده في الحدائق، يمكن موجوده في الغابات، موجوده في الحاجات ديت اللي ممكن نتعرض ليها احنا بشكل عادي. فعايزين نعرف ونميز ايه هي الانواع الصالحه وايه هي الانواع اللي نبعد عنها وما نمدش ايدنا عليها خالص. تمام. احنا اولا عيش الغراب زي اي كائن حي فيه بيطلع بشكل بري، انواع بريه يعني بشكل رباني مش هنقول شيطاني، وفي انواع مستانسه يعني بنزرعها. على مستوى العالم في حوالي 15 نوع بنزرعهم، مصر بتزرع منهم نوعين الاجرجس والمحاري. الانواع البريه فوق ال 7000 نوع. الانواع البريه دي في منها يؤكل برضه وفي منها لا يؤكل. لكن احنا النصيحه اللي بنديها الرجل الشارع ان كل نوع ظاهر بشكل بري ما تقربلوش واعتبره سام. لان ما فيش الخبره اللي نقدر نفرق ما بين السام والماكول في اللي بيطلع بشكل بري. السؤال المهم، طب بيطلع فين الشكل البري دوت في مصر؟ في مصر ممكن في بطن انايه تحت زير، تمام، في الصوب الزراعيه، مكان رطب ظل بيقدر يطلع فيه المشروم البري. المشروم البري اوروبا متفرده في انها بتقدر تفرق ما بين انواع الماكوله والسامه، وبيطلعوا في موسم المطر بعد المطر باربع ايام بيبداوا يطلعوا يجمعوا الانواع البريه، وبعض الانواع البريه بيوصل سعرها لحوالي 2500 يورو. تمام، وده رقم كبير جدا. الانواع البريه بتكون يعني اكتف في كل حاجه، السام سام قوي واللي طعمه حلو ومغذي بيكون مغذي جدا اكتر من انواع المستانسه كمان. يعني عشان كده البري الصالح للاكل غالي جدا، غالي. تمام. النقطة المهمة في الحتة البرية ان غابات اوروبا بتبقى عاملة مجموع خضري كثيف، فتبقى عاملة ظل الشمس ما بتوصلش للارض، فبالتالي دي بيئة خصبة لاي فطريات، فبالتالي بينمو بشكل طبيعي. لكن في مصر عندنا او في البلاد العربية بنلاقيها عشان جونا كلنا حار، فبيبقى زي ما قلت سعادتك في الاماكن الرطبه الظل. تمام. في قاعده غذائيه بتقول لا يمكن تحول نوع ماكول لنوع سام. يعني اي نوع بنشتريه من المحلات اذا ناخده واحنا مطمنين 100% يستحيل ابدا ابدا يكون سام، الا اذا ينطبق عليه فساد الاغذيه العادي، فتره الصلاحيه خلصت بس خلاص، سوء التخزين ده موضوع تاني. تمام. لكن النوع الماكول يتحول لسام لا. طيب ما هي الانواع السامه؟ تمام. والانواع السامه ده تعريف بيطلق على كل نوع من اول طعم وحش فقط غير مستساغ يسبب مغص خفيف او عسر هضم خفيف، لانواع شديده السميه، تمام، لو خدنا قطمه زي التفاحه قبل ما تتندغ بيسبب الوفاه في الحال، وده النوع ده هنشوف صورته دلوقتي ابيض منقط في احمر، تمام، شكله جميل جدا لدرجة ان سموه الملاك القاتل. طيب زملائنا في الكنترول لو ممكن يحطوا لنا صورة على الشاشة، الفطر اللي لونه ابيض احمر منقط في ابيض احمر منقط ابيض. تمام. ده اللي كان بيطلع في مسلسل السنافر ده بالظبط. وعلى يعني لعب الاطفال هو ده بتاع ماما زنفورة ده وبابا زنفور. تمام. ده لدرجة ان احدى شركات المبيدات العالمية تمام بدأت او بدأ من زمان طبعا انها بتطلع منه اغلى انواع المبيدات الحيوية. يعني ده له فايده كمان يعني. بالظبط كده. يعني بناخد منه النهارده احسن مبيد، اقوى مبيد حيوي يعني ما فيهوش كيميكال خالص. تمام. وبيشتغل على على الكائن اللي انت مواجهه ليه. وعايز اقول حاجه، ان الانواع المخدره تعتبر سامه، لان الانواع المخدره اي عرض غير طبيعي على جسم الانسان يعتبر سميه،
سواء نتيجه للتغذير او نتيجه لاي حاجه ثانيه. في نوع يعني بيسبب هلوسه شديده جدا جدا جدا. عقار الهلوسه، برافو. عقار الهلوسه اسمه ال اس دي، اللي هو بيبقى في البوست او في طبع البوسته، تمام، او في الصور. أيوة أيوة تمام. أيوة. مجرد ما مسكت الصوره خدت جرعه، حتى لو ما كنتش تعرف تدوب بس في عرقك، حتى لو ما كنتش قاصد وما كنتش تعرف، مجرد ما تلمسها بس كده، مجرد ما مسكته بيتعجن مع ميه التحميض، تمام، وبيبدا ياخد الجرعه بناء على توابع البوسطه، وهي نزل عندنا في اداره المخدرات، تمام، الجدول هذا المنتج بتاعه، لان الثمره مش موجوده. الثمره مش موجوده لكن الماده الفعاله موجوده. موجود. بالظبط. المنتج بقى موجود. طيب عايز اسال سؤال برضو، عشان احنا انت عارف دي منظر دلوقتي، دي انواع برية، تمام، اللي على الشاشه. الانواع البريه عاده بتكون جميله جدا وشكلها جميل، وعشان كده بتجذب الكائن الحي اللي هو البني ادم ان هو ياكلها. وفي اختبار بيعملوه في اوروبا، لو شكوا في ثمره دي تتاكل او لا، الاختبار المبدئي اللي مش معملي ومش اكاديمي ان هو بيرموها الخنزير، لو الخنزير كلها يبقى بتتاكل، لو شمها وبعد عنها يبقى دي من انواع السم. يا سبحان الله، يعني الخنزير عنده القدره ان هو يميز بين الانواع البريه والانواع السم، عفوا، والانواع البريه الماكوله. الماكوله. تمام. وعشان كده هم بيستخدموا الفلاح او بيسموه صياد البري، لازم يستخدم حاجه من البيئه سريعه، لانه مش هياخد كل ثمره. تمام. وبتحصل اخطاء، واخد بالك، وبتحصل اخطاء برضه، فعشان كده الانواع المتاكدين منها بس هي اللي بتتجمع. تمام. وزي ما احنا شايفينه الوانه جميله جدا، انواع البريه، تمام، شكله جميل جدا، ماشي، عرف حتى الان علميا، يعني اتعمل له نسب، يعني من انهي عائله، تمام، وانهي جينس وانهي كل حاجه، تمام، حوالي 7000 نوع حتى الان. طيب عايز اسالك سؤال، هو عش الغراب ولا عيش الغراب؟ عيش الغراب ده الاسم المصري فقط. عيش، الفلاح المصري لقى الغراب بيقف عليه وبياكله وهو شبه العيش سماه عيش غراب. طيب. لكن الاسم في البلاد العربيه الفطر. طب سؤال، الغراب يقدر يميز زي الخنزير بين انواع السامه والانواع؟ لا. ما يقدرش. لا. يعني الغراب ممكن ياكله ويتسمم يموت. بالظبط. ما عندوش مشاكل. طيب حضرتك عارف في الفتره اللي فاتت دي كانت مليانه شائعات، والبيض الصيني والسمك الصيني والمش عارف ايه والحاجات كتير قوي، الصيني الصيني الصيني، سمعنا المصطلح ده كتير قوي. في عيش الغراب سمعنا برضو النوع المصري والنوع الصيني، فهل فعلا احنا عندنا نوع من عيش الغراب صيني ولا كله مصري ولا ايه الموضوع؟ في حالتنا نختلف، لان عاده احنا الذهن المصري في ان الصيني يبقى نمره 2. لكن جنوب شرق اسيا بما فيهم الصين بتنتج تلتين انتاج العالم. ال 15 نوع اللي بيتزرعوا كلهم بيتزرع هم الصين، وعلى حجم كبير وتجاري كبير، لدرجه ان اي اسره في الصين، تمام، ايا كان البيزنس بتاعها، جنبيه عندها مزرعه مشروم. شيء مكمل واساسي. ما ينفعش ما يبقاش عنده مزرعه مشروم. فاذا انا عندي الصين، احنا عاده كمشتغلين في عيش غراب بنسمي في نوع مشهور جدا في الصين اسمه الشيتاكي. شيتاكي. شيتاكي، تمام. ده بينتج اولا مقوي عام. لدرجة ان هو بيستخدم في تغذية فترة النقاهة بتاعت اي مريض او اي عملية كبيرة. يستخدم في تغذية المجموعات والجيش والحاجات زي دي. يعني بيكون عندك ناس كتير قوي عايز تاكلها، عندك حروب من قديم الازل كانوا بيغذوا الجنود عليها. لدرجة ان الصين طبخته عملته زي العسلية المصرية. رب الاسرة هو نازل الصبح بياخد قطمة من العسلية دي او ياخدها على بعضها ويمشي بيها، ده واخد الجرعة الغذائية اللي تخليه باور طول النهار. طبعا محتوى بروتين عالي جدا في الغراب. جدا 50% من وزن الجسم. ومفيش كوليسترول. مخفض الكوليسترول. مخفض. يعني بدل ما اكل الحجم ده لحمة بروتين ويجي لي كوليسترول، لا انا اكل عيش الغراب بنفس الكمية ياخد نفس البروتين. وجبات في الاسبوع لمدة شهر تخفض 60% من نسبة الكوليسترول اللي في دم سعادتك ايا كان نسبتها ايه. الله الله على الفايدة. الله. تمام. بيجيب مغصة، مش مغص، مغصة يعني شكة. الشكة الخفيفة دي ده بينزع من جدار المعدة الدهون، تمام. هي دي المغصة ان هو بينزعها. وطبعا كلنا عارفين ان الشرقيين كلهم بما فيهم المصريين طبعا بيعانوا من نسب الكوليسترول في الدم العالية. طبعا طبعا. تمام. في ميزه ثانيه ان هو نوع من انواع البروتين الميكروبي. الميكروبي دي مش حاجه وحشه، ميكروبي يعني جاي من كائن حي دقيق اللي هو فطر عيش غراب اللي بنشوفه بالمايكروسكوب. بالزبط. عشان كده بقى مايكروبي. بالظبط. يختلف، او هو حلقه وسطى مختلفه تماما عن البروتين الحيواني بمشاكله والبروتين النباتي بمشاكله، بل بالعكس يحتوي على كثيرا من الاحماض الامينيه التي لا يخلقها جسم الانسان ومحتاجها. تمام.
لما نقول 50% من الوزن الجاف بروتين، يبقى احنا عارفين ان النهارده ده مغذي قوي جدا، لدرجه ان ده كل انواع عيش وغراب 50% بروتين الوزن الجاف، لدرجه ان هو النهارده اتجهنا غير الغذاء العلاجي والغذاء الدوائي، ان احنا في عندنا النهارده اتجاه تاني شغالين فيه بكميات كبيره جدا على مستوى العالم وعلى مستوى مصر، ان احنا بيبقى مركزات بروتين للعلف. تمام، مركزات بروتين للعلف، لان 50% من وزن الجاف طبعاً بروتين، كمية كبيرة جدا. فبتبدا تظبط العليقه، لان العليقه يعني ايه متوازنه؟ العليقه يعني فيها نسبه البروتين المطلوبه وبقيه كل العناصر مطلوبه بالظبط، عشان ما تسببليش مشاكل مع الكائن الحي اللي انا بربيه. تمام، يكفي ان انا اقول لسعادتك ان احنا بدا يعملوا له احلال في برطمانات الامينو اللي هي بتاعه كمال الاجسام وتخصيص الرجال بتاعه اللي هي بقى رفع الاثقال وكمال الاجسام وكلام من ده، يستبدلوها الكيميكال كلها بمواد طبيعيه زي المشروم. طيب خلينا نسال حضرتك سؤال مهم. المشروم احنا دايما بنشوفه على النار، يعني بيتطبخ على النار. انا مره جربت كده اقطم قطمه كده وهو ني، لقيت طعمه مستساغ، يعني لو قطعته دخلته في السلطه يمشي، يعني مش وحش. سؤال، هل القيمه الغذائيه للمشروم تتاثر بالطهو، ولا يستحسن ناكله ني، ولا يستحسن ناكله مطبوخ؟ يعني برضو فدنا في هذا الموضوع. السؤال ده اولا حلو جدا ومهم جدا، ان نمره واحد لو الجزء الاولاني من السؤال هو طرق الطهي، فطرق الطهي انا ممكن اعمل عمليه السلطه وادخله مع السلطه وادخله مع اي حاجه هو ني. تمام، اي حاجه ايه اللي هي ممكن اكله متبل وهو ني عادي. هذا قصدي اعصر عليه شويه ليمون مع السلطه. تمام، لكن المشروم اصلا لما انا اجي اكله او مريض بياكله عشان يخفض كوليسترول او يوطي ضغط الدم العالي او يوطي سكر عالي، تمام، فانا ما ينفعش اسبكه واخش في اكلات تقيله وبعد كده اقول يخفض الكوليسترول. هتبقى صعب. انت اللي بتحدد سعادتك انت بتاكله ليه، للاستطعام كل حاجه. لكن لو باكله علاج يبقى لازم ابعد عن المسبك والحاجات، لانه بيخش في اكلات تقيله كتير جدا وطعمه هو ماده مالقه. الماده المالقه دي بتخش تاخد طعم الحاجه وتعلى بالنكهه بتاعتها. طب فعشان كده ليه لما بيتحط على اي طبق في اي اوتيل او مطعم بيعلى الكوست بتاعه؟ مش عشان هو ثمنه غالي، لا، عشان هو بيدي طعم تاني مختلف خالص. تمام، عن الطعم الاساسي. يعني ال 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 المشويات، تمام، لما تتحط مع على السيخ مع الكفته او مع الكباب او مع اي حاجه من دي، تمام، بيعمل نكهه تانيه مختلفه خالص عنها. مع فواكه البحر بياخد نكهه فوق البحر ويعلى بيها، بيخش مع كل حاجه، تمام، بيديها طعم احلى. غير ان هو لوحده طعم كلاوي. صحيح، مظبوط مظبوط. طيب سؤال مهم جدا، تعامل ست البيت مع المشروم. يعني في ناس دايما متخيله ان اي حاجه بتيجي بيعتبروه خضار، طبعا هم مش بيعتبروه فطر ولا حاجه ستات البيوت، فبياخدوه برضه تحت الحنفيه واغسل وبتاع. هل دي الطريقه المثلى للتعامل مع عيش الغراب بالغسيل، ولا له اساليب تانية في التنظيف يفترض ان احنا نتبعها؟ طيب احنا نمسك الاول، اول ما اشتريناه احنا بنشتريه بيكون جوه فتره الصلاحيه اللي هي اسبوع على 5 درجة مئوية، ده اللي هو الفريش. ده الفريش. نمسك الفريش طبعا. هي ست البيت النهارده قدامها حل من اتنين، يا تحطه في الثلاجه لو هي تستخدمه خلال 3 4 ايام، او لو عايزه تخزنه عندها، تمام، فقدامها طريقه من اتنين. يا اما تحطه في تسلقه لمده 5 دقائق في ميه وملح وبين صوابعها دقيق عشان تحافظ على اللون، تمام، ويعني تنزله بمصفى بميه بتغلي لمده 5 دقائق وتشيله في الديب فريزر ده لمده شهر. او تشوحه، تمام، بعد الغسيل طبعا، تمام، تشوحه، تمام، وبرده يخش الديب فريزر لمده شهر. طيب ايه حكايه الدقيق بقى اللي بين صوابعها؟ ده عشان الدقيق بيمنع الاكسده او عصير ليمون، او يعني نص ليمون عشان ما يسودش، يعني عشان ما يسودش زي التفاح، انزيمات الهضمه بتحوله يسود، الاكسده بتشتغل معاهم، تمام، بيبدا يسود. فلو عايزه تشيله فتره طويله يتحط بالمنظر ده. لو هي النهارده عايزه تبقى هتطبخه فريش، عايزين نستخدم السلق زي الخرشوف كده، تمام، يعتبر نوع من انواع الغسيل، وابدا اتعامل معاه في اي حاجه انا عايزها بقى، سواء هحطه على البيتزا، سواء هدخله في اي صينيه او اكل عادي خالص، ما فيهوش ادنى مشكله. طبعا العيش الغراب يا جماعه بيحتوي على كميه احماض امينيه زي ما استاذ نبيل بيقول، بيحتوي على بروتين عالي جدا، واعتقد ان في برضو مجموعه من المينرالز او الاملاح او الفيتامينز الموجوده فيه برضو، عايزين نلقي الضوء عليها. احنا دايما لما بنتكلم عيش الغراب تبقى عيننا على البروتين بس،
فبرضه قول لنا برضه ان في شويه حاجات تانيه كده انت ادرى بيها. تمام، هو المشروم يقترب في تركيبه الكيماوي للبن في نسبه البروتين في الفريش، وفي نفس الوقت نسبه المهدئ اللي موجوده فيه. تمام، نفس زي ما بنشرب الطفل كوبايه لبن فبيهدى وينام. المشروم لو اتعشيت مشروم هتلاقي نفسك نايم اهدى من ايوب. تمام، حلو جدا. اي تلاعبك معوي، تمام، لو كلت بعديه مشروم، تمام، هيبدا يفك التلاعبك ده، تمام، ويهدى وينام. البروتين اللي فيه زي ما قلنا بروتين من نوع مختلف غير الحيواني وغير النباتي، بيعمل طب فيه فيتامينز، فيه فيتامين كتير. تمام، لكن انا اهم حاجه عندي ان هو ممكن لو انا ما بعرفش اطبخ مشروم وعايز استفاد بكل مكوناته، ان انا ممكن اخد المجفف بتاعه ماشي وبحطه على اي اكل كبهارات، فبالتالي استفدت بما فيه المشروم من غير ما اكون بعرف اطبخه ولا كلام من ده. حلو جدا، حلو جدا. طيب سؤال اخير يا فندم لحضرتك، النهارده عيش الغراب ده اصبح منتشر بشكل كبير جدا جدا جدا، ولكن الطريقه الاسهل دايما لينا واحنا بنروح الهايبرز والسوبر ماركت ان بنلاقيه معلب، فعايز افهم الناس برضو الفرق بين المعلب وبين القيمه الغذائيه للمشروم المعلب وبين الفريش، وازاي اختار المعلب الكويس؟ هل اختار المعلب اللي هو القطعه واحده ولا اللي متقطع شرايح؟ طب لما افتح العلبه ايه هي مواصفات المشروم المعلب الجيد؟ برضو دي معلومات عايزين ناخدها منك. تمام، اولا العلبه اللي هي قدامي لازم ابص على فتره الصلاحيه واخدها طبعا في جوه فتره الصلاحيه. نمره اثنين، انا اخده معلب صحيح ولا معلب سلايد؟ ده متوقف على الطبيق اللي انا هشتغل بيه، على ذوق، يعني مش هيفرق في الاثنين. طيب واحد. طيب الفرق بين المعلب وبين الفريش في القيمه الغذائيه؟ عايز اقول حاجه بس صغيره، ساعات ناس بتشتري علب لما بتاخد السلايد، السلايد عاده عشان ما يخسرش المزرعه ميزان بتكبر الثمره وبتبدا تقطعها سلايد. حلو، فبتبان الخياشيم بتاعتها، الخياشيم بتبقى لونها بني، وبلا ما تتعلب بتكون دخلت على بني غامق او اسود كمان او اسود. تمام، فساعات في منا ناس مستهلكين بتخاف من اللون الاسود ده، بنطمنهم عادي خالص ما فيهاش مشكله. المعلب الجيد، في نوعين من المعلب على الرف في على مستوى العالم. تمام، على اي رف سوبر ماركت معلب فيه ماده حافظه، بنزوات صوديوم، دي على طول بنشوفها دي. تمام، ومعلب بدون ماده حافظه، محلول ملح. الفرق بين الاثنين عدم وجود البنزوات بس. تمام، لكن الفرق الحقيقي بين النوعين ان انا لما ما بقاش فيه بنزوات بتقل فترة الصلاحية، فبتبقى نص فترة الصلاحية بتاعت البنزوات. يعني إذا كانت العلبة أم بنزوات عليها سنتين فترة صلاحية، تانية هتبقى سنة ستة شهور. ولو برطمان اللي بيبقى بالبنزوات، البرطمان ده بيبقى سنة، بيبقى ستة شهور بدون بنزوات. أنا بنصح إنهم يشتروا بدون بنزوات، اللي هو في محلول ملحي. محلول ملحي، محفوظ بمحلول ملحي ومعقم بالانفراريد، ده بالالترا فايلوت، او بالحراره، بالبسطره. فتره صلاحيته 6 اشهر لو برطمان او سنه او صفيحه، بس مغذي جدا، ده اللي بيحافظ على جميع العناصر اللي موجوده فيه. او المجفف، المجفف احنا النهارده اتعلمنا في مصر احسن طريقه للتجفيف هو التجفيف الشمسي، ممنوع تجفيف فرن عشان احافظ على العناصر. فالمجفف برضو كله متحافظ على العناصر فيه، ويعني وجبه غذائيه كامله ان شاء الله. امدتنا معلومات مفيده جدا والله، انبسطنا جدا وسعدنا بوجودك ضيفنا العزيز الاستاذ نبيل فتح الله سكرتير عام انتاج اتحاد منتجي عيش الغراب، شكرا لهذه المعلومات القيمه. أعزائي المشاهدين، يعني الوقت جري معاكم بسرعة، ساعتين الصبحية خلصوا، يا رب تكونوا استفدتوا منهم استمتعتوا بيهم. بشكر زميلتي مها سميح اللي قدمت معايا الحلقة، بشكر كل زملائي اللي خلف الكاميرات اللي بذلوا مجهود أكتر من رائع عشان تطلع حلقتنا مفيدة وجذابة زي ما تعودتوا عليها. نلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل، لكم مني كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.